العقل السليم بالجسم السليم، ولصحة جيدة لازم يكون الأكل مغذي. ويمكن كتار ما بيعرفوا شو هو الأكل الصحي وكيف طريقة تحضيره وكيف بيقدر يحافظ هيدا النوع من الأكل على شهية الإنسان من دون ما يفقد طعمته الطيبة في حال تحول لأكل صحي. تحضير الأكل الصحي بده خبرة كبيرة وبده دقة والتزام ومعرفة تفاصيل المنتج الغذائي ومحتواه. كيكال شركة عندها وجهة نظر بهيدا الموضوع. محمود، شو الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة؟ في شفت بالعالم تجاه أسلوب الحياة الصحي والأكل الصحي، فكان تأسيس الشركة مثل تلبية لرغبات العالم. يعني هل فينا نقول إنه كيكال كانت تجربة أو نتيجة تجربة شخصية أو مجرد فكرة؟ مزبوط، هن المؤسسين تبعون كيكال مارك وأندرياس، هن حتى قبل ما يبلشوا كيكال كانوا أشخاص كتير صحيين وبيهتموا بهذا الأسلوب الحياة. فوقت ما كانوا بدبي حاولوا كتير يلاقوا خيارات ومطاعم تقدم أكل صحي، بس ما كانوا يلاقوا كتير خيارات كبيرة، فقرروا انه يفوتوا بالموضوع ويأسسوا شركة أكل صحي. كتير عالم بفكر انه اذا صار الأكل صحي يعني بيفقد من طعمته، هل هذا شيء مزبوط؟ لا بالعكس، حتى نحن بكيكل نهتم لهذه الفكرة كتير وبدنا نحاول وعطول منحاول انه نغير هالفكرة. فمثلا اخر مرة عملنا كولابوريشن مع شيف أسامة وكان أكل صحي كلياته وبنفس الوقت كان كتير طيب. محمود، إذا بدك توجه نصيحة للأشخاص اللي حابين يبلشوا بفكرة أو مشروعهم الخاص، شو بتقول لهم؟ بقول لهم إنه يفوتوا بالموضوع دغري وما ينطروا الوقت المناسب لأنه مش حيجي. في كتير أفكار مثل كيكال، بس شو اللي بيميز وبخصص كيكال عن غيره من هالأفكار؟ نحن بكيكال نهتم للكواليتي بالأكل وما بنهتم بس بالسعرات الحرارية. في شركات تانية بتقول انه نحن بنعطي مثلا 1000 كالوري بالنهار، بس نحن كمان اكلنا نهتم للبادي كومبوزيشن تبعيتك. في اشياء تفاصيل صغيرة بتأثر على النتائج اللي انت بتاخديها وسرعة هيدي النتائج. احنا بمجتمعاتنا العربية بنركز على انجريدينس معينة صارت بنستعملها كل يوم باكلاتنا مثل الزبدة والسمنة وهول الاشياء، فهيدي الأشياء بتأثر. فلحتى نعمل change بهذا المفهوم لازم يكون في vision. هلا الحلو بالإمارات إنه بالقيادة في vision بهالموضوع. ببلادنا العربية التانية كمان عم بصير في وعي. إذا بشو بنكون عم نضحي إذا أكلنا أكل صحي؟ نحن بيوصلنا feedback من الكاستمرز تبعونا إنه أنا حابب أظهر مع رفقاتي وأكل برا، هيدي المين reason. منقلهم إنه حتى على الويك اند فيكن تاكلوا اللي بدكن اياه بس اكيد بحدود معينة، او فيكن بكل ريستورانت حتى المطاعم مش الفاست فود بس المطاعم العربية، يعني فيك تطلبي سلطة فيك تطلبي حمص، هول الاشياء ما بتضر يعني وبتعتبر صحية. هلأ رح نفوت على cakealextra.com اللي هو الويب سايت تبع المونثلي ميل بلانز، خطط الوجبات الشهرية. مثل ما كنا عم نحكي في عنا كذا ميل بلان وبتناسب كل شخص واحتياجاته، ففي عنا سكسس انترناشنال، أطباق من حوالين العالم، في عنا شيف أسامة، في عنا سكسس دايباتيك اللي عندهم سكري، فيجيتيريان بحبوا الأكل النباتي، جلوتين فري اند نيو مامز. الواحد بنقي الميل بلانز اللي بتناسبه، واكيد السعرات الحراريه بتكون محدده بس وهو بنقي يعني السعرات الحراريه. اذا ما كان متاكد كتير بيجي لعنا بياخذ كونسلتيشن، بشوف نوتريشنست وهي بتحدد له قد ايه السعرات الحراريه اللي لازم ياخذها. هلا كل شيء بيصير اونلاين، اوكي فبنقي الميل بلان وبكفي بالساين اب بروسس وبيدفع حتى على الويب سايت. كل شيء اونلاين؟ كل شيء اونلاين. اوكي، بس اللي حابب بس ياكل اكل صحي بيوم معين مش ضروري كل يوم يعني. مزبوط، فبفوت على ويب سايت ثاني اسمه كيك لايف اللي هو متخصص بس للريستورانتس والاكل اليومي، في يطلب
من المنيو الأطباق اللي هو بحاجة لنا. ونحن بنوصل تقريبا على كل أنحاء دبي وأبو ظبي ورأس الخيمة. حلو. أوكي، هيدا لكان اللي بدي يطلب يومي مش شهري. مزبوط. بس كل الأكل صحة كمان. أكيد. محمود، كيف رح تقدروا تكسبوا ثقة الناس فيكم وشو الضمانة يلي بتريح الأشخاص ليتعاملوا معكم؟ هلا أكيد نحن كسبنا ثقة العالم already بمجرد إنه بقينا وعم نكبر بالإمارات لفترة طويلة، ونحن نهتم لتفاصيل يمكن الشخص العادي ما بيهتم لها، مثل مطبخنا مثلا حائز على هيساب سيرتيفيكت ايزو. بالنهايه العالم عم تبحث عن نتائج ونحن على طول بنقدم نتائج للعالم. وين بيخلص حدود عملكم الجغرافي؟ هل بعد دبي في امارات اخرى او اماكن اخرى؟ في عندنا كذا فرع بدبي، وفتحنا فروع بابو ظبي وبراس الخيمه، وفي عندنا بلانز. هلا اول ستيب انه نروح على الكويت، وفي بلانز لحتى نتوسع بالعالم العربي كلياته. محمود، انت بتعرف للاقلاع بفروع جديده بمجالكم لازم يكون في دراسه للمجتمع والسوق اللي فايتين عليه، شو اكثر الدراسات اللي بتعتمدوا عليها؟ نحن بنعتمد على كثير دراسات، وحتى مستعين بشركات كبيره لحتى ندرس المجتمع اللي احنا فايتين عليه، واكيد بنستعمل اشياء مميزه بتخلينا يكون عندنا ادفانتج. مثلا اطيب ميل بلان باي شيف اسامه ساعدتنا كثير لحتى نفوت على الإمارات ونوسع بمناطق معينة بالإمارات. شو أكثر أسس النجاح اللي أثرت فيكم؟ هلا كيكل بحد ذاتها هي قصة نجاح، يعني نحن بلشنا بفرع واحد بالبزنس باي وقدرنا نكبر خلال 7 سنين ونتوسع بكل أنحاء الإمارات وبالخليج. إن شاء الله من تقدم لتقدم. شكرا لك محمود. شكرا لك. مفتاح البطن لقمة، وبإيدنا فينا تكون لقمتنا صحية. كيكال شركة هم صحتنا وصحة أكلنا، فكل منيح بس كل صحيح. الصحة أهم نعمة بيتمتع فيها الإنسان، وللمحافظة عليها علينا معالجة أي مشكلة ممكن صحتنا تواجهها. هيداك تطبيق بيساعدنا على استشارة الطبيب المختص عبر الإنترنت من دون عناء الانتظار أو صعوبة أخذ المواعيد المباشرة. أحمد، عرفنا أكثر عن حالك. اسمي أحمد الحدق، تخرجت من 2004 من لبنان من الجامعة الأمريكية ببيروت، بعدين من 10 سنين نقلت على دبي. وهالمشروع هيداك كان نتيجة تجربة شخصية أنت عشتها أو مجرد فكرة؟ من حوالي 4 سنين أنا وشريكي بيكون كمان خيي صلاح أسسنا شركة اختصاصها بالاستشارة وبالبرمجة المواقع الإلكترونية، وكنا نشتغل مع كتير دكاترة وحكمة ومستشفيات. فمرة كنا قاعدين وصلاح مع حكيم وعم يخبرنا كيف عم بيجيهم مسجز بالليل بوقت مأخر، فمثل هيك مثل ما بقولوا ضوت اللمبة عنا نحن، لاحظنا انه اوكي في عندنا مشكلة موجودة ممكن نلاقي لها حل. انت بتعرف انه تطبيق من هيدا النوع فيه مسؤولية صحة الانسان، صح. واكيد بحاجة لرخصة من وزارة معينة، هل انتم عندكم هيدا الرخصة؟ اول شيء عملناه لما بلشنا نشتغل على هيدا كنا رحنا على الوزارة ورحنا على هيئة الصحة بدبي وابو ظبي وحكينا معهم، جربنا نفهم يعني الاشياء اللي لازم نعملها. الفكرة أنه نحن ما بيقدر الدكتور يعطي وصفات طبية أو علاجات طبية من خلال التطبيق، هي عبارة عن استشارة وخاصة بالحالات الغير طارئة. هل وصف المريض لحالته الصحية عبر الإنترنت كافي لتشخيص المرض؟ كثير من الكيسز لما يحكي المريض مع الدكتور عبر التطبيق بيقدر يعرف شو المشكلة دغري من خلال يسأله كم سؤال أو شو المشاكل اللي عم بيعانوا منها.
الامراض الجلديه مثلا، بقولوا لك اذا انا بشوف صوره أوكي. بقدر اقول لك دغري اذا في مشكله ولا لا، اذا في شيء مشكله منا واضحه بقولوا لهم والله لازم تروح تشوفوا دكتور. بتطبيق هيدوك حاليا كم طبيب صار منضم وكم اختصاص موجود؟ لما بلشنا كان تقريبا عندنا حوالي 20-25 دكتور، بس شهر عن شهر عم بيزيدوا عدد الدكاتره وعدد الاختصاصات اللي موجوده لهلا 8 اختصاصات كمان عم بتزيد، والدكاتره اللي عندنا موجودين من كل انحاء العالم. الرينج عندنا تقريبا بين $20 و $40. احمد، الوصفات العلاجيه كيف بتتصنف خاصه انه في مسؤوليه يعني بتترتب على اصحاب التطبيق؟ الدكتور ما بيقدر يوصف اي بريسكريبشن من خلال هيدوك، ممكن ينصحه بمثلا دواء موجود بيقدر يشتريه من الفارماسي بدون اي وصفه. فاران، بدي اعرفك على خيي صلاح وشريكي. هاي صلاح، تشرفنا. صلاح، لو تخبرني اكثر كيف تشتغل الابلكيشن. ايه اكيد، بتقلع الابلكيشن بتعملي ساين اب، شغله بدها ابو دقيقتين، صار عندك الاكونت، بتعملي ساين ان بقلبه. هاي المين لوجن سكرين اول ما يقلع التطبيق. اوكي، هون بتشوفي ليستا بكل التخصصات اللي موجوده مع نبذه صغيره عن كل تخصص لتفسر الواحد انه شو بيعني هذا التخصص بالضبط. بتفوتي على دكتور معين، بتشوفي هاي البيج، هاي الصفحه. أوكي. اللي هي بتتضمن بقلبها اسم الدكتور، التخصص تبعه، الكلمات اللي العالم ممكن يستعملوها ليفتشوا على هيدا الدكتور. هيدا الدكتور بالضبط. بتشوفي بأي مستشفى، بأي بلد، وبعدين حاطين قصص بنلاقيها كثير مهمة اللي هي availability، انه هو امتى بتواجد الدكتور وفي يكون موجود للمريض، اللغات اللي بيحكي فيها هاي كثير مهمة، انه في المريض يعمل سيرش للدكتور مثلا بفضل يحكي مع دكتور بلغة معينة مثل العربي مثلا. صحيح. بيطلع له ليستا بكل الدكاتره اللي بيحكوا عربي. اوكي، من بعدها عندك ريكويست ادفايزر اللي هي مع السعر قديش بتكلف الاستشاره مع الدكتور. من بعد ما تنقي الدكتور وتعملي ريكويست ادفايزري، بتعبي سؤال اللي بيروح للدكتور، في عنده الخيار انه ايدر يعمل يا اكسبت يا ريجكت. اذا عمل اكسبت وبلشت الكوميونيكيشن معه، نوصل لصفحه اللي هي الشات. اوكي، صفحه الشات عملناها بطريقه كثير بديهيه، مثل استعمال اي شات ابلكيشن موجوده، فيك تبعتي فويس نوت، فيك تبعتي فيديو، صور. دفع بصير مسبقا قبل ما يبلش الحكي مع الدكتور؟ هو ايه بالضبط، بس تعملي ريكوست للادفايزري، بشوف التطبيق اذا في مصاري كفايه بحسابك اللي هو مثل نسميها والت نحن. بقلب التطبيق. يعني انت لازم تكون اوريدي حاطط يا كريدت كارد ام حساب، انه انت عندك اماونت معين لحتى تقدر تفوت تدفع لهذا الدكتور. واذا ما كان عندك المبلغ الكافي، مدى ما تقول ريكويست ادفايزري بتحولك راسا لصفحه الكريدت كارد، بتضيف المصاري المبلغ اللي بدك اياه، بترجع بتردك للصفحه وبتكفي بالاستشاره. طب صلاح، اوريدي الكلاينت دفع، كيف تستفيده انت وكيف يستفيد الدكتور؟ المبلغ اللي بيدفعه البيشنت الكلاينت بتنقسم بينه وبين الدكتور، سو انستنتلي مدى ما تخلص الاستشاره المصاري بتصير عند بحساب الدكتور. احمد، شو اكثر التحديات اللي واجهتكم انت وشريكك صلاح؟ برنامج مثل هيدوك كتكنولوجي اللي كنا عم نبنيها اخذتنا وقت كثير لنبنيها صح، لانه البرايفسي والسكيورتي اشياء كثير مهمه، لنلاقي الاشخاص اللي بيقدروا كانوا ينفذوا الافكار اللي كانت عنا والاشياء اللي شفناها كانت شوي صعبة. شو بتنصح الأشخاص اللي بدهم يبلشوا بفكرة أم مشروع خاص؟ أهم نصيحة ممكن نعطيها إنه أي خطوة أو أي مشروع واحد عم يشتغل عليه لازم يكون عن جد في له حاجة. هيدوك بلش من دبي، ودبي أكيد هدف مهم لهيك فكرة، شو السبب؟ نحن هون مثل حنصير مثل سنتر للعالم كله، في عنا السبورت من سائل من الحكومة، في عنا تالنت موجودة وعندها الباشن ومستعدة تعمل إشي لتغير العالم. كيف عم تستفيدوا من وجودكم بـ N5 وشو الدعم اللي عم تقدم لكم إياه؟ الدعم لا يوصف، في كتير workshops بتصير يلي كتير بنستفيد منها، بيعرفونا على كتير أشخاص يلي أسسنا معهم علاقات ممتازة ورح تساعدنا كتير. وين بتشوف هيدوك من بعد سنة أو 5 سنين أو حتى 10 سنين من اليوم؟ من الأفكار إنه نزيد virtual reality، مثلا لما انا احكي مع ماي سايكولوجيست او ثيرابيست، بقدر البس الفي ار هيدسيت، بنقل حالي لهونولولو، بحط الميوزك اللي بحبها، بقعد بحكي مع الحكيم تبعي. كمان عم اشتغل على مبادره جديده اسمها سلامتك،
فالناس اللي موجوده بالملدان النامي مناطق بالريفوجي كامبس كلهم نقدر نعطيهم اكسس لهاي كواليتي هيلث كير. فهيدي مبادره عزيزه على قلبنا، وخاصه ان احنا لاجئين فلسطينيين من لبنان وشفنا كثير شو بيصير وشفنا كثير معاناه العالم. جود لك احمد وثانك يو. ثانك يو لك. ما تتأخروا لمعالجة أي مشكلة صحية، لأنه ما في سعادة حقيقية من دون صحة جيدة. هيدوك تطبيق أعطى ثقته لأطباء مختصين ومنحنا استشارة مباشرة عبر الإنترنت. عالم السوشيال ميديا أصبح محطة أساسية بحياتنا، نبحث من خلاله على كل ما نحن بحاجة له من ثقافة وضحك ومتعة فكرية. بس كيتو اختارت عالم التواصل الاجتماعي كمقصد للسعادة من خلال نشرة اليومي لعشرين فيديو مضحك أو تثقيفة. عرفنا أكثر عن حالك. ولدت في دار البيضاء في المغرب سني 37 سنة. في فرنسا حصلت على شهادة باشلور في لاسوربون، باشلور في الاقتصاد، وأنا مقاول في ميدان السمع البصري. مهدي، شو الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة؟ الفكرة هي كانت حلم، كنت طفل كنت أكره المحتوى السلبي وكنت أريد أن أنشر إجابتي، فقررت أن أكون مقاول في ميدان السمع البصري. فالشركة تفعل إنتاج للمؤثرين والفنانين، وبسكيتو ناو إذا شبكة إلكترونيكية تصنع وتنشر أكثر من 20 فيديو في النهار. هل فينا نقول أنه بسكيتو كانت نتيجة تجربة شخصية أو مجرد فكرة؟ بسكيتو هي شخصيتي أنا وشركتي شخص واحد، وفريقي نفس التفكير ونفس الشخصية. إذا بدنا نحكي عن الشيء اللي بيحكي عن الفيديوهات المضحكة، هل هي إلى حدود بفكرتها؟ الضحك هو شيء مهم عند بسكيتو، ولكن الحدود هو أن لا نجرح شخص أو طبقة معينة. فالطريقة التي نصنع بها المحتوى في بسكيتو هي نكتب أكثر من 20 فيديو في النهار. الفريق في المغرب وفي دبي يتواصل للكتابة والإنتاج لهذه الفيديوهات. وهل الأفكار المطروحة بهالفيديوهات بتراعي المجتمعات اللي نحن موجودة فيها اللي هي أكثر مجتمعات محافظة؟ إحنا لا نرى فرق بين المحافظين والمعاصرين، لا نريد أن نتصل مع الإيجابيين. يمكن لك أن تكون معاصر وإيجابي ومحافظ وإيجابي. من أهداف بوسكيتو أيضاً صناعة الدعاية الإلكترونية، هل تتجاوبوا مع المعلن إذا حابب هو يطرح فكرته ويطبقها بالإعلان، أم أنتوا بتفرضوا فكرتكم أو بيصير في حوار بيناتكم؟ نحن لا نفرض شيئاً، نعطي نصائح لزبنائنا، ولكن نقول له بأن عندنا كثير من البيانات وكثير من الطاقات في بوسكيتو. نقول لهم نرى الإشهار بهذه الطريقة، إذا كنتم تريدون أن تفعلونه بهذه الطريقة ننصحكم بهذه الطريقة، ولكن نفرض عليهم شيئا. إحنا جد محظوظين في بوسكيتو لأن عندنا كثير من المتابعين، وفي هذه المتابعين عندنا كثير من المشاهير والمؤثرين، ونعطي الإمكانيات للمشاهير الصغار والمؤثرين الصغار، نعطيهم إمكانيات في الكتابة في البرودكشن والبوست برودكشن والنشر في بوسكيتو لنكبر تأثيرهم. إذا بدنا نشوف الفرق بين الدعاية اللي بتنعرض على شاشات التلفزيون والدعاية اللي انصنعت خصيصاً لمواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، شو الفرق؟ الفرق الأول هو طريقة الكتابة.
إذا كنت تريد كتابة إشهار للتلفزة فهو مختلف عن كتابة في الإنترنت، وحيث في الإنترنت حتى كتابة في فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام مختلفين وسناب شات. المثال هو في الفيسبوك تقنية الكتابة هي كتابة تأثيرية، لأن يجب عليك أن تؤثر المعجب ليشارك المحتوى. في يوتيوب هي كتابة أخرى، لأن المشاهد يقضي أكثر وقت في يوتيوب في المشاهدة. في سناب شات هي كتابة مباشرة. إذا بدنا نحكي عن التحديات اللي واجهتك، شو هي أبرزها؟ تحديات شخصية وتفكيرية، لأنني كمقاول كان يجب علي أن أغير تفكيري، لأن طريقة التفكير عندما تكون عندك شركة صغيرة ليست طريقة التفكير عندما تريد أن تبني شركة جهوية عندها عدة أوفيسز في بلدان. وشو الرسالة اللي بتوجهها أو النصيحة اللي بتنصحها للأشخاص اللي حابين يبلشوا بمشروعهم الخاص أو عندهم فكرة وحابين يبلشوا فيها؟ يجب عليهم أن لا يخافون من الفشل، لأن أنا أظن أن الفشل هو الذي يبني النجاح. مهدي، وين بتشوف باسكيتو بعد سنة، بعد 5 سنين، بالمستقبل خلينا نقول؟ أنا بوسكيتو لا أراها اليوم كشركة أو منتوج، أراها طريقة تفكير، وأنا أود أن أرى بسكيتو بنفس طريقة تفكير من هنا 5 أو 10 سنوات، لأن الرسالة التي تريد أن توصلها بسكيتو هي أن أنت كمقاول عربي أو شاب عربي أو فنان عربي يمكن لك اليوم أن تواصل حلمك وإرادتك كعربي. مهدي، شو الأساس اللي بتميز باسكيتو عن غيرها من المواقع اللي تقريباً عندها نفس الهدف؟ أول شيء هو طريقة التفكير، نحن ننشر إلا الإيجابية، وثاني شيء هو عندنا مشاهدين من العالم العربي كله، عندنا المشاهدين من المغرب، من مصر، من السعودية، من لبنان، من الإمارات. حلمي هو أن أوصل كل الطاقة الإيجابية في العالم العربي، وعندنا مكتب في دبي ومكتب في المغرب، ونريد أن يكون عندنا مكتب في كل المدن الفنية في العالم العربي. مهدي، طبعا دبي هدف مهم لهيك فكرة، ليش اخترت دبي لتبدأه؟ لأن دبي هي مدينة توسع حلمك، وإذا كنت تريد أن تفعل أشياء كبيرة يجب قبل ذلك أن أحلامك تكون كبيرة. وأنت كيف توصف نجاحك اليوم؟ أنا ليس عندي أي نجاح، أنا أريد أن أصبح مقاول وأحب المقاولة. وإذا كنت تريد أن تصبح مقاول لا يجب أن تقول أنك نجحت. أكيد. أحب الفشل لحتى تتعلم. أكيد. وخلال مسيرتك شو هي أكثر أسس النجاح اللي أثرت فيك؟ هي كثير من القصص، ولكن قصة أبي وأمي والأباء والأمهات في صفة عامة، لأن الأباء والأمهات هم مقاولين، ومقاولين يحرمون أشياء على نفسهم لإعطاء لأطفالهم. هذه هي المقاولة الحقيقة. شكرا لك مهدي على وقتك، ويعطيك العافية. شكرا. السعادة هدف بيسعى إلى كل الناس، وكل واحد على طريقته، بس الضحك سعادته مكفولة. باسكيتو من خلال أفلامه بيحاول يضمننا قسم من السعادة اللي كلنا بحاجة إلى. التسوق عبر الانترنت انتشر بشكل كبير وأصبح فكرة عادية عند كتار، وليتميز تطبيق من هيدا النوع لازم يميز حاله بخصائص فريدة من نوعها. الجروسر تطبيق بينقل تفاصيل كل سوبر ماركت قريبة منا ليوفر علينا عذاب البحث والوقت الضايع. خبر
خبرنا شوي أكثر عن حالك. نادر أميري، عمري 33 سنة، متخرج بكالوريوس أعمال من جامعة أمريكية بدبي. عشت أكثر حياتي بدبي، يعني بعد سنة ونص بيصير لي 30 سنة بالإمارات. تجربتي المهنية مع شركات استهلاكية هي مثل شركة يونيليفر، كرافت فودز، كوكاكولا. نادر، إذا بدنا نحكي عن الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة، شو هي؟ كان فكرة أساسية إنه تكون شيء يبسط الحياة، فمن كتر ما معجوقين بالشغل وواحد بده تريلاكس، يعني بالوقت اللي عنده فراغ يشوف اصحابه، يشوف العائله، يشوف كذا، فطلعنا بفكره الجروسر من هاي المبدا. يعني عاده اذا بدنا نزيد دليفري على اصحاب السوبر ماركت مفروض ينزيد عدد فريق التوزيع اللي هو الدليفري، فكيف رح يفيدهم هيدا التطبيق؟ انه هن رح يصير عندهم مصروف اكثر لفريق التوزيع كرمال يقدروا يستعملوا الابلكيشن. وهيدا الشيء مزبوط، بس هو كتكلفة أساسية، التكلفة الأساسية لأي محل هو تكلفة المحل بحد ذاته، يعني أجار المحل، المنتجات اللي حيشتريها، الموظفين، السيستمز وكل شيء. هي تكلفة الدليفري تكلفة جزئية حتزيد على المحل حتى يكون في يعطي السيرفيس المزبوط لزباينه. وهالأيام صاير إذا ما عندك هاي السيرفيس، يعني هدول الخدمات، كأنك أنت منك موجود. يعني في إنه والله هاي التكلفة الأكسترا الإضافية اللي حتجي على المحل نحن بنساعده يجيب زباين جدد، يزيد مبيعاته. نادر، عم بتفكروا شي توسعوا الفكرة لتشمل غير السوبر ماركت كمان، مثلا الصيدليات؟ خلينا نقول الصيدليات عندها تعقيدات، فمش مفكرين كتير على الصيدليات، بس في اشياء مثل هن اختصاصية، مثل فيك تقولي ملحمات او مخابز، عم نفكر كمان كيف فينا نتعاون معهم. خلينا نحكي عنك وعن التحديات اللي قطعت فيها خلال طول هيدا الفترة، فترة انشاء الجروسر. هي تحديين أساسيين، واحدة هي إنه واحد يكون عنده الفريق الصح معه. شغل الستارت اب مش شغل كشركة عادية، فلازم يكون الحماس دائما موجود، لازم يكون دائما أفكار جديدة، ولازم كل واحد بالتيم يكون عنده خبرة خاصة نساعد فيها بعض. فهي كان تحدي إنه نبني الفريق الصح حتى فيه يعطي أحسن سيرفيس للزباين. التحدي الثاني هو دائما كستارت اب هي مخاطره، فانه نلاقي المستثمرين اللي عم بيشوفوا الاوبورتونيتي البوتنشال القوي على الفكره ويستثمروا معنا حتى نكبر الفكره وتصير شيء كبير ان شاء الله. خلينا نفسر اكثر كيف بيشتغل التطبيق. فالتطبيق كثير سهل، هو الجروسر، وتعال التطبيق نكبس هون لحتى نشوف المحلات القريبه، ما في داعي للريجستريشن، حط العنوان الموجودين فيه، اسم البناية مثلا، او في واحد يحط اسم المنطقة، او هو بيعمل لي ديتكشن شيء للمكان اللي انا فيه اوتوماتيكلي دايركتلي. اوكي، بيطلع لك هيدا وان اوف اور بارتنر ستورز لحتى يعمل لك الدليفري، بتختاري اللي انت بدك اياه. في كاتيجوريز دائما مختلفة، بيفرجز، فروتس اند فيجيتابلز، كل هدول معظم الاغراض اللي بيطلبوها العالم دليفري. بالضبط، فبنزيدهم سهولة على الباسكت، بيفرجيكي شو اللي أكتر شيء الناس عم بيعملوا سيرش. والمي مثلاً طالعلك أكتر الأصناف اللي عم تنشرها، تشوف الباسكت، أوكي هيدا اللي أنا بدي، وفي زيد العدد اللي بدي، فيني زيد العدد، فيني نقصه، فيني يرجع شوف حليب مثلاً. أوكي، حطهم تشيك اوت، هون بصير اوكي خلاص بدي اشتري، فبنعمل ريجستريشن. وقلت لي كمان المينيمم سبنت هو حسب كل بتحدد السوبر ماركت اللي رح اطلبه هون منه. بالاول تفاصيل تبع المحل، اوكي مينيمم 30 درهم من اي ساعه لاي ساعه، شو السيرفيس فيه، شو طريقه الدفع. حلو، وانا اللي بيناسبني اكثر وقريب مني. بالضبط، بطلب العنوان، حط مثلا هوم، شو رقم الموبايل، apartment، هيدي البناية اوريدي كنا حاطينها، اي طابق، اي apartment number، شو الشارع مثلا، مارينا، كل التفاصيل المطلوبة ليقدروا يوصلوا. بالضبط، هون بيعطيك final summary، payment method cash on delivery ولا credit card on delivery، طلب لهلا ولا لبعدين، فيك تحطيه لبعدين. اذا في promotion، مرات نعمل promotion بحطوا البروموشن كود، خصومات عندنا على المناسبات وكذا. إذا في نوت والله مثلاً change 400 درهم مثلاً. حلو، وبنطلب من بعدها بيصير في تواصل مع الدليفري جاي، أم هنا بيتواصلوا معي أنا؟ إذا في أي شيء بيتواصلوا، إذا في مثلاً غلط مش موجود خلينا نقول من على الابليكيشن بيجيكي. حلو، بيقول لك
مثلا حليب المراعي مش موجود طلبي حليب لكنور مثلا يا بكنسل يا بقول لك exactly. هيدا الثاني وبيعملوا لك البروسيسنج بيختاروه احنا عاملين لهم تريننج للموجودين هنيك انه يختاروا الغرض خاصه الفواكه خضروات الاشياء المضبوطه okay. بيختارون يوصلك خلال ساعه عاده حلو وفي حال انا حطيت كونفيرم ما بقدر ارجع اغير بالاوردر خلص هيدا دلاسة. ما في ارجع اغير في اقول لهم انا بدلت شيء في فيك تفوتي انه كونتاكت اس لايف شات تقولي للتيم تبعنا والله بدلوا لي كذا ولا غيروا لي كذا في عندنا كاستمر سبورت تيم تواصل بسهوله وين بتشوف الجروسر بعد سنه بعد 5 سنين بعد 10 سنين من اليوم احنا بدنا نتوسع بدنا نكون اللاعب الاساسي انه بالمنطقه بالشرق الاوسط وشمال افريقيا اكيد ومع تطور التكنولوجي يعني اكيد بدنا نواصل ونكون يعني الثلاجات الذكيه عم تجي يكون الجروسر جزء منها يعني حتى مش انت لازم تحطي شوبينج ليست بتصير الثلاجه مع الجروسر بتخبرك شو الشوبينج ليست تبعك فكره ذكيه يعني بدكم الناس يوصلوا يقولوا نحن ما فينا نعيش بلا الجروسر اكزاكتلي نادر اذا بدك توصف نجاحك شو فيك تقول عدنا الحمد لله صار فريق قوي صار عدنا شركاء مثل اسواق وجمعيه تعاونيه كثير قوايا وقدرنا نثبت لحالهم ونثبت لنا كمان انه هاي فكره ناجحه في استثمار وراها في توسع وراها وبدنا نكبرها أكثر وأكثر إذا بدك توجه نصيحة للأشخاص اللي عندهم كمان أفكار وحابين يبلشوا مؤسستهم الخاصة أو شغلهم الخاص شو بتقلهم؟ أول شيء لازم تكون فكرة واضحة ببال الشخص كيف فينا نبلشها صغيرة نجربها قبل ما نروح نجيب استثمار ونكبرها ثاني شيء مثل أي شيء مهم بالحياة لازم فيه مخاطرة بس مخاطرة محسوبة لحتى يوصل لنتيجة إن شاء الله بتقدم دايم وشكراً لك نادر شكراً الاستفادة من وقتنا بشكل مناسب صارت متاحة للجميع والتواصل المباشر ما عاد ضرورة للتسوق الجروسر تطبيق هدفه التواصل مع الأماكن يلي بتأمننا تبضع الذكي بأقل وقت ممكن بنحسب الوقت والهم يلي بيرافق كل مشروع نقل أغراض من مكان لآخر خاصة الأغراض اللي حجمها كبير إن كان على صعيد فردي أو كشركة كبيرة يلا بيك أب تطبيق بيختصر وقتنا الضايع من خلال نقل البضايع الكبيرة بأسرع وقت ممكن عرفنا أكثر عن حالك اسمي إلي توم تخرجت من الجامعة بلبنان as a civil engineer مهندس مدني وجيت لهون اشتغلت صرنا شي 13-14 سنة اشتغل كمهندس مدني وبروجكت مانجمنت كمان إليم شو الفكرة وراء إنشاء مشروع أو تأسيس شركة؟ كنت مرة طالع على البيت من موتور سيتي ودائما بي on the outskirts of every community هون بتلاقي فيه بيكابات هيك ناطرين على الطريق سو اجتني هالفكره قلت انا ليش ما بوصل اي كونكت العالم اللي بدها تراك مع عالم عندها تراك ساعتها اللي عنده تراك ما بينطر على الطريق بالشمس واللي بدها تراك ما بتروح بتنبش على الطريق يعني شو كان الهدف الرئيسي وراء البدء بمشروع او تاسيس هيدا المشروع لانه دبي هلا فيجن 2021 يعني رايحه صوب مدينه ذكيه سو وي وونت تو كونتريبيوت بدنا نخلق شيء وسيله سمارت ابلكيشن تو كونكت بيبل هو وونت تراك مع ناس ونيتس اكشلي تراك كمان عنده تراكات اللي نقل اثاث المنزل منه حدث كل يوم بيصير ولا حتى نقل المعدات الضخمه تبع الشركات فكيف بتوفر شركه من هيدا النوع الزبون تبعها منه كل يوم متوفر احنا الموديل تبعنا موجود لعالم بدهم ينقلوا الاساسات والبزنسز اللي بينقلوا اغراض لزبوناتهم هن البزنسز نحن متكل عليهم مشان هيك اللي بينقل اساس is part of the model ولحديد اليوم ايها اكثر شركات كانت تجاوبا مع تطبيقكم شركات من الاي كوميرس كمان عم نشتغل معهم
في عندك شركات شحن بدهم last mile delivery. هل يلا بيك اب بيقدم ضمانات للنقل الآمن؟ وإذا حصل ضرر مع مين المسؤول عنه؟ نحن المسؤولين عن الضرر، بس بيصير كل وحدة it's case to case basis. يعني إذا الزبون عنده شيء valuable بده insurance on the goods، ساعتها بنشتغل on insurance on the goods. بس نحن كضمان السيارة مضمونة، الدرايفر مضمون، وفي انشورنس كمان اون ذا جودز اذا الكلاينت بده. هلا عندك انت الكاستمر they can create an account، واذا عندهم كومباني سو they create a company business account، لانه بيجيهم اذا ديسكاونتس على فوليوم معين، واندفجوال كمان they can create an account. So if you log in using Facebook، عندك يا بتشوز book a truck as a service يا ما book a mover. Okay. So let's try with book a truck. بدي truck هيدي سايز تبعها 1.3. هون دغري بجوجل بيقول لك وين انت اللوكيشن تبعك، وهي اللوكيشن كمان فيك تسيفيها، ودغري بيطلع لك السعر هون على قد السعر استيميتد فير. يرجع عندك ايمت بدك اياها للتراك، بدك اياها بكره اليوم، سو بتنقي اي ساعه، لان احنا عندنا اون ديماند كمان. اوكي دان. اذا بدك هيلبرز مساعد كمان فيك تحطي مساعد ليساعد، واذا بدك باكجينج كمان بتعملي باكج. هون عندك سامري عن الاوردر من هون لهون، قديش في ديستنس، شو نقيت التراك، ايمت بدك اياها، بدك هيلبرز يس انشورنس. يو كان ابلاي كوبون، بيجينا مرات نعمل احنا للشرك بروموشن كان ابلاي ذا. هلا اذا لا يو كونفيرم بوكينج، فيك تدفعي هلا اما بتدفعي ليتر، ليتس سي باي ناو. بيطلع عندك اوبشنز، يا بتدفعي كريدت كارد يا كاش، بس تقولي كاش بوك ناو. كونغراتوليشن يور يلا بيك اب بوكينج دون سكسسفولي. اوكي بس يصير هيدا الشيء موجود عندنا على الدرايفر، بيوصل له الابلكيشن انه عندك نوتيفيكيشن انه بدك تجيب هالدليفري من هالمال لهالمال. بس درايفر يستقبل الاوردر، قال له اوكي اكسبت ذا اوردر. هون بيجي انه هيدا الدرايفر تبعك، ذيس از مثلا الي درايفر، ذيس از مي، مع الموبايل نمبر مع البليت نمبر. And then you can track the order. يعني بتحط التراك بتشوف الدرايفر وين هو. يعني بشوف وبقدر اتواصل معه مثلا. تقدر تواصل معه. حسب اللوكيشن. حسب اللوكيشن. وانزا بتشوف الدرايفر كمان في يكون off duty، مش انه سو ما بيجي نوتيفيكيشن اذا بده يرتاح. انه هون في روح على البيت ولا في يقعد whatever، بس تيجي نوتيفيكيشن بيستقبلها عرفتي، which is very good for the drivers. يعني. ما بتلاقي انه افضل يكون عندكم وسائل النقل الخاصه فيكم؟ بالموديل الجديد بالعالم هي التكنولوجي، وانا ما بدي يكون عندي اسيت، لانه في غير عالم اللي انا بحطهم على البلاتفورم تبعي عندهم هالبيك اب بيت، سو ما بدي اعمل كومبيتيشن معهم. يعني اذا بتاخذي اكزامبل مثل اوبر، اوبر ما عنده ولا تاكسي، مع انه هو اكبر شركه تاكسي بالعالم. يلا بيك اب مثل اوبر بس فور بيك اب تراك. وبالنسبة ليلا بيك اب، أي وسيلة تواصل أو إعلان حسيتوها الأقوى لانتشاركم؟ So للإنديفيدجوال كان أكتر شيء سوشيال ميديا موجود للإنديفيدجوالز، أخذنا كتير تراكشن منهم. بس للزبائن كان أكتر إكزيبيشنز، يعني مثل جايتكس هون. شو أكتر التحديات اللي واجهتك؟ إنه تقدري تنقي السائق بحد ذاته والشركة اللي بتشتغلي معها. تاني تشالنج هي كانت كمان التمويل، يعني مش هينة مولي شركة بعد صغيرة. يعني ليه انتو اخترتوا دبي لحتى تبلشوا فيها يلا بيك اب؟ فبلشت من هون، ليش قررتوا تبلش من دبي؟ دبي لانها هي جود لانشينج باد، انه بيشجعوا هن السمارت ايدياز كمان هون. من بعد هيدا التحديات وصلنا لهيدا اليوم، مطرح ما هي يلا بيك اب، كيف بتشوفها بعد سنة، بعد 5 سنين او حتى 10 سنين من اليوم؟ احنا نقدم كمان خدمات تانية للشرك on top of taxi for your belongings. بس بعد 10 سنين في فيجن لأنه بيلا بيك اب، هي هلا اذا بدك تنبشي على شغله بتروحي على جوجل. سو نحن يلا بيك اب هي رح نكون كمان هيك. اذا بدك اني بيك اب تراكس كان عندك شركه ولا لاغراضك كمان، اول شيء بتفكري فيه هي يلا بيك اب. يعني قد ايه ممكن تتوسع خريطه عملكم من هلا؟ الفيجن هلا 5 سنين تو كفر ذا هول جي سي سي اند مينا ريجن، وبعدين we're gonna go global. شو أكتر لحظة أم أكتر قصة نجاح أثرت فيك؟ من أول تريبات عملناها كان في شخص شاف صوفة عدو بزل، بس ما كان معه سيارة تروح تشوف الصوفة ولا تقدر to transport it، وعرفت بالأبليكيشن من Jitex، فقالتنا روح نجيب الصوفة من هيدا المطرح نجيبها لعندها. وشي was very happy. بس شوف هيك عالم مبسوطة إنه سهلنا لهم حياتهم، هيدا الشيء بيبسط يعني كمان. أكيد.
شكرا لك إلي، وان شاء الله من تقدم لتقدم. مرسي كثير، يعطيكم العافية. ثانك يو. نقل الأغراض الضخمة أو أثاث المنازل بحاجة لمساعدة محترفين بأمن النقل السليم والسريع. يلا بيك أب تطبيق بحاول إيجاد حل لنقل البضائع ذات الأحجام الكبيرة إن كانت بتخص بيتنا أو مكان عملنا.